سيد وزير العدل كان موضوعه نقاط كثيرة جدا، فمنها ما يتعلق بما هو وطني، ومنها ما يتعلق بما هو مهني صرف، ومنها ما يتعلق طبعا بتقديم الخدمة القضائية بالجودة المطلوبة للدائرة الاستئنافية لمكناس والدائرة الاستئنافية للرشيدية، باعتبار أن هيئة المحامين بمكناس تغطي في إطار الاختصاص الترابي المحكمتي الاستئناف معا. ففيما يتعلق بالمواضيع ذات الطبيعة الوطنية، تحدثنا مع السيد وزير العدل في كيفية إرساء قواعد رقمنة القطاع بصفة عامة، أي رقمنة العدالة بصفة عامة، وتحدثنا أيضا في موضوع المحاكمة عن بعد وقراءة في ما انتهت إليه لغاية منذ بداية العمل بها إلى اليوم، وكيفية تجويد هذه الخدمة القضائية طبعا بما ينسجم وحقوق المتقاضين أو المعتقلين، وكذلك بما يحافظ على بما يستجيب للظروف الاستثنائية التي نعيشها جميعا المرتبطة بوباء كوفيد-19. وانتهينا إلى أن هذا الموضوع يتعين، أو هذه المحاكمة يتعين دعم العمل بها وتشجيع وتطوير أدائها، لكن أيضا مع المراجعات القانونية اللازمة على مستوى المسطرة وعلى مستوى الإجراءات القضائية من حيث الجانب القانوني. أيضا تحدثنا في ما يرتبط هو مهني صرف والمتعلق على وجه الخصوص بالمنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة العدل المشكورة، والتي اليوم جرى بها العمل في بعض المحاكم ومن لدن بعض المحامين، واليوم نرسي قواعد إطلاق هذه المنصة بالدائرة القضائية لهيئة المحامين بمكناس بجودة عالية إن شاء الله. وعبرنا للسيد الوزير انخراطنا المطلق والكامل في إرساء قواعد هذه المنصة الرقمية لما لها طبعا من انعكاسات على جودة الخدمة القضائية، ولما لها أيضا من أساليب الشفافية والوضوح في التدبير والسرعة في الإنجاز. أيضا تحدثنا في موضوع آخر مرتبط بموضوع بعض القضايا المحلية، منها بناية محكمة الاستئناف بمكناس، منها وضعية قسم قضاء الأسرة، منها المحكمة الابتدائية بالحاجب، منها أيضا المراكز التابعة للمحكمة الابتدائية بالراشدية بكل من الريش وقلميمة وأرفود وتنجداد، منها الأوضاع ديال التعامل مع المحاكمة الرقمية بسجن الراشدية، منها أيضا كذلك موضوع البنايات بصفة عامة والموارد البشرية وما ارتبط بهذا الموضوع. تحدثنا أيضا إلى السيد الوزير في نهاية هذه الجلسة المفيدة، والتي نشكر بهذه المناسبة السيد الوزير على ما طبعها من مصارحة ومكاشفة حقيقية للاختلالات وتحديد الاختلالات وتمثل تصور تجاوزها فيما يتعلق بتقديم الخدمة القضائية للمرتفقين على مستوى الدائرة الاستئنافية لمكناس والراشدية. وأخيرا تم الاتفاق مبدئيا على إنشاء لجينة أولية لإعداد اتفاقية شراكة فعلية بين هيئة المحامين بمكناس ووزارة العدل. سنعمل جاهدين على إعداد مسودتها بتنسيق مع من كلفه السيد وزير العدل بذلك، وعرضها للمصادقة للجانبين لتصبح ناجزة إن شاء الله، والتي لن تكون إلا مساهمة فعالة في تجويد كما قلت الخدمة القضائية التي ينتظرها المرتفقون لمحكمتي الاستئناف بمكناس والراشدية. شكراً.